أنا دخلت الخارجية وأرسلت الخارجية إلى تونس الخضراء حوالي 5 سنوات، وكان هناك خدمة دبلوماسية ناجحة جدا. وبعد أنا كنت رئيس التشريفات، رئيس قسم التشريفات في السفارة. وبعد سنة دخلت الفريق الفلسطيني في السفارة، وكنا نتعامل مع القيادة الفلسطينية هناك في تونس. كان هناك منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أبو عمار ياسر عرفات، وكنا باستمرار يعني نزور مقر منظمة التحرير الفلسطينية. و كان هناك نحن كنت من شهود عيان عملية السلام اللي بدأت من أواخر الثمانينات في القرن الماضية. بالضبط كان هناك نوفمبر 1988 المجلس الوطني الفلسطيني، حيث كان خطاب أبو عمار أول مرة، وقال كلمات أتذكرها حتى الآن. وقال حرفيا: والآن تغيرت الصورة تماما، فيقف داود الفلسطيني في وجه جالوت الصهيوني المدجج بالسلاح. هذا تعبير، هذه الجملة غنية جدا بالمعنى، يعني لابد أن تعرف العهد القديم ماذا كان يقصد. وليس كل واحد كان، حتى من الروس يعني نعلم ما هو العهد القديم، لأنه هذه الأثناء الاشتراكية، عهد الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي. ف أنا شاهدت رؤساء الدول كانوا يعني يحملون المعارف في عقولهم، وبالمقارنة ما نرى الآن هذه الأيام، هذه يعني الأقزام الصغار، يعني الدوما